طاولة الكبار مع سامر خضر. عدنا إليكم على طاولة الهاند، وما أجمل أن يكون قبيلك أو من يجلس مقابلك شخص بمقاس فنان كبير كالأستاذ زهير النباني أبو ليث. كيف بتقضي أيامك في رمضان؟ أنا بيتوتي قلنا في البداية يعني. لا بس بدي رمضان، شو الطقوس الخاص؟ رمضان طقوس زي اللي بيمارسوها كل الناس يعني في النهاية. هسا حاليا تجمع العائلي راح نفقده أنا وزوجتي. الصحيح ملتزم حضرتك بموضوع الوقاية الصحية؟ هل ملتزم؟ 100%. طب كثير. بتشجع المطعوم؟ معلوم لازم المطعوم. طب والشريحة والناس اللي قالوا إنه هذا حكي يعني. مش مقتنع؟ لا مش مقتنع. من ماذا يخاف زهير النباني؟ ما بخاف، أنا ما بخاف. أنا بخاف من شيء واحد، إني أترك الحياة بدون ما أترك أثر طيب في نفوس الناس وفي الحياة. بس وين المنطقة الآمنة في حياتك؟ منطقة الآمنة كل أيامي أمان. أنا رجل يعني مؤمن، وبعتبر العمر لحظة، لحظة شهيق وزفير، لحظتك عيشها بصدق مع نفسك ومع الحياة. شو المنطقة؟ تأكل تاكل انبسط، تشتغل اتقن شغلك، وقعد مع الناس اترك اثر طيب على نفسك وعلى الحياه. شو المنطقه اللي للان بعد هذا التجريب الكبير في حياتك لم تتصالح عليها مع نفسك؟ انا متصالح مع نفسي ومع الحياه كل النقاط. ما فيش. انا لما احط راسي على المخده بعتبر انه هاي اخر لحظه، وحريص جدا اني اترك اثر طيب على الاخرين وعلى الحياه. بس من الذي قهرك يوما؟ ما انقهرت، بالعكس. انا يعني حتى التجارب اللي افشلت تجارب إني استقبلتها بمحبه. يعني لماذا استخدمت مصطلح افشلت؟ افشلت معلوم يعني تجربه المسرح اليومي اللي انا عملته بال 87 افشل. اول مسرح يومي في الاردن في عمان كان، انا اشتغلت عليه في صاله فيلادلفيا، اخذتها على نفقتي الخاصه. مش ابو عواد ولا ربيع شهاب؟ لا لا لا، انا اول من عمل 87 اول مسرح يومي في مسرح فيلادلفيا. وبعد هاي التجربه عملت البلاد طلبتها هناك، كانت الانتفاضه منطلقه. قلت هذا الحدث لازم اعمل عنه عمل مسرحي، وعملت البلاد طلبتها هناك اللي اوقفت في ذلك الوقت وخسرتني مبالغ ضخمه، عرفت كيف؟ ودخلت على 90 لما قطعت الأردن، وقبت الأردن اقتصاديا وسياسيا. نعم. نتيجة موقفنا السياسي. وقطعوا الفنانين، وأنا كان عندي شركة إنتاج فيها موظفين كثير، أغلقت وصفيت. أنا كان عندي فلوس وكان عندي مجال شغل كبير، صفينا على الصفر حتى مديونين. هاي التجربة اللي يعني أجهضت، سواء المسرح اليومي سواء مسرحية البلاد طلبته لها، استقبلتها بمحبة، لأني بعتبر أنه أكيد يعني كل شيء، كل مصيبة في لها وجه آخر، في وجه آخر. يعني مش بقول لك في القرآن عشان تكرهوا أمر الله خير لكم لعلكم تتقون. طبعا بستقبل أي شيء أنا بمحبة. هل التجربة قلت لي الأستاذ نبيل المشيني والأستاذ الله يشفي ربيع الشهاب، نبيل وربيع الشهاب، أنا أول كانت تجربة مسرح هشام ونبيل. أنا بديت أنا ونبيل وقلت له كيف الطريقة، كيف المسرح، كيف الجمهور بيجي. أنا عرفت كيف الجمهور بيجي من مسرحة، من مجربة المسرح اليومي اللي صار، وأنا كنت سعيد في ظهور المسرح. كيف الجمهور بيجي أستاذ؟ بشغلتين، بدك قاعة وبدك نص ومستوى فني جميل يحترم ذائقة الجمهور. يعني يجي الجمهور على الصالة يحس انه في قضية لها علاقة فيه، ويكون فيه هناك متعة، يعني الامتاع والاقناع. لحد الان؟ لغاية الان لا، هسه الجمهور ما في جمهور عندنا، لانك انت هسه المسرحيات تعرض يوم مجانا والثاني يوم مجانا، ما حدش بيجي، لانه فيش تواصل بين الخشبة والصالة. يجب ان تقدم اعمال لها علاقة بالناس وقضاياهم وامالهم واحلامهم وطموحاتهم. آخر مرة وقفت على المسرح أمتى أستاذ زهير؟ آخر مرة عملت مسرحية، تجربة مسرحية من إنتاجي كانت، وبعدها كان في، مش آخر مرة، مسرحيته بعدين عمل مهم جدا كان. وبعدها عملت تجارب على مستوى رمضان، أنا والست أمل دباس، عملنا مسرحيات ذات قيمة يعني ولاقت نجاح كبير، لكن
استمرار المسرح بحاجة إلى شروط يعني. يعني آخر عملت آخر كانت تجربة من كذا سنة وبعدين عملنا شفناكم شوفونا إشي بجنن آخر مسرحية وشفنا مسرحية لساعات. طيب مثلاً مسرحية وبعدين مثلاً سجلت أنا الصحيح فيديو بتقول وبعدين معنا بعدين قمضينا العمر سكتين كل ما طالبنا بحقوق بحكوا لك بكرة وبعدين وبعدين معهم بعدين غرقوا البلد في الدين واللي ساطني السؤال هالمصاري راحت وين صحة وصحافة وأحزاب وباطالة وأزمة شباب عنف ونسوان وطلاب والبلد رايحة وين وبعدين معنا بعدين وبعدين معهم بعدين جاه وجاه ونواب وتنفيع ولمة أحباب والحكومة على الباب بالضبط وزير وعين وبعدين معنا بعدين هذا كتابتك أغلب ومعطوب وخربان والشعب العربي حيران جرب قطب في لبنان بتفرط لحدود البحرين وبعدين معنا بعدين ظلم وقمع واستبداد وطائفية مع فساد شام وقاهرة وبغداد وغرقنا بين النهرين وبعدين معنا بعدين منمشي وما منعرف لوين وبعدين معنا بعدين الله الله كتابتك أستاذ زهير لا فكرتي لكن كتابة محمد الصبيح نحييه يعني لكن بالضبط. هذه هواجسك هذه عوالمك بالضبط أنا أجمل يعني أغلب الأعمال بتكون فكرتي طبعا وفي آخرين أنا مش كاتب طبعا. طب علاقتك في السوشيال ميديا يعني منصة نوبانيز ولماذا يعني كيف يفكر شخص بعمق زهير النوباني مع حداثة السوشيال ميديا في ناس ابتعدوا يعني في ناس اشتبكوا مع الحالة أنت من المشتبكين مع السوشيال ميديا؟ اي نعم يعني مشتبك نوعا ما يعني مش كثير الفكرة اجت من خلال ظهور المشاهد القصيرة زلمتنا وزلمتكم كان كثير جميل بالضبط يعني هذا مشهد يعني مشهد 4-5 دقائق يعني قيمه فنيا وموضوعيا مذهل مذهل شوف الخمس دقائق كم قضية طرحنا بس أعطينا منبر نرجع منقول أعطونا منبر نشتغل من خلاله يا الله أعطونا منبر أنا توقعت كبرى الشركات ترعى هذا الموضوع المهمة احنا دخلنا على كورونا ونوبانيز يعني عيب أحكي نوبانيز خسارتها في حدود 110,000 دينار لأنه بعد ما طلعت وموظفين وكذا وبتعرف شو طبعًا ممكن يكلف طبعًا صارت كورونا وما اندعم المشروع لكن هناك خلافات قانونية في نوبانيز مش لا ما في خلافات أنت بتحكي على موقع الويب سايت نوبانيز وفي عملت إشي اسمه نوبانيز شو انتاج نوبانيز نوبانيز شو بالتعاون مع رؤية هذا اللي صار عليه مشاكل في عليه قضايا بالضبط بالمحاكم مع الجهة اللي أعطناها تنفيذ هذا العمل هي بالضبط وهذا المشروع كان المفروض يكون يعني فوق يعني عشرات الحلقات لازم يصير لكن دخلنا في التجربة مع الناس الغلط للأسف كيف تجهض هذه المشاريع الكبيرة بالاختيارات الخاطئة؟ كثير في عمل وجدت مشروع المسرح اليوم وجد ومشروع البلاد طلبة تهلها اللي هو أنا كنت من البلاد طلبة تهلها لو سنح لها المجال تعرض كان ممكن تنجح وبنفس الوقت كانت فكرتي أنه قاعات عمان سينما عمان كانت مشهورة بالسينمات كانت الفكرة أنه أحيي هذه السينمات بمسارح للكبار وللأطفال بعد ما أجدت نام المشروع وحاليا قاعات سينما عمان من أهم القاعات اللي موجودة في عمان اللي ممكن تتحول لمراكز ثقافية وسينمات بأسعار معقولة للشباب وبنفس الوقت أعمال مسرحية للأطفال الكبار موجودة لكن للأسف هاي القاعات تلعب فيها الفيران يعني وأعتقد أنه هاي مسؤولية أمانة عمان الكبرى ومسؤولية وزارة الثقافة وهذا الحكي أنا حكيته في وزارة الثقافة أنه أحيوا هاي القاعات في عندنا أفكار كبيرة لكن وقابلة للتنفيذ وللنجاح يعني عمان في لحظة من اللحظات في سلم السنوات قلنا عمان تصلح أن تكون يعني مركز إشعاع ثقافي ومسرحي في العالم العربي كله عندنا قاعات بتجنن قاعة مسرح ملاني بس وين الفعل المسرحي الموجود هذا بحاجة لقرار رسمي تشجع تشريعات تشجع هذا العمل وعندنا طاقات إبداعية كبيرة في الأردن
ملان سواء في العاصمة أو في الأطراف أو في المحافظات، ملان طاقات، لكن أحسن إدارة هذه الطاقات. إحنا عندنا نقطة اللي هي هناك في سوء في إدارة الدولة، وأنا بقول شغلي اللي مسلم هاي البلد قيادتها وأجهزتها الأمنية، لكن الحكومة للأسف طاردة لكل شيء على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى الصناعي، على كافة المستويات. كلام خطير أستاذ أبو الهيثم. هذا أنا هاي قناعاتي. طب أنا في عندي أسماء. واللي عنده رأي آخر يقول. عندي أسماء لازم أسأل حضرتك رأيك فيها، وهاي الأسماء يعني ممكن ما تكون في القطاع الفني لكن بنحب نسمع رأيك. محقق تقول ما بديش أجاوب. بشر الخصاونة. بشر الخصاونة صاحب تاريخ نظيف، صاحب تاريخ نظيف وناجح، لكن بشر الخصاونة جاي على تراكمات كثيرة بدها وقت طويل. طلال العواملة. طلال وعواملة المركز العربي يجب أن يعطى أكبر وسام، لأنه في لحظة من اللحظات لما كان الفن متوقف كليا نتيجة الظروف اللي مرت فينا، حمل الدراما الأردنية وقدمها وقدم أهم الأعمال على مستوى العالم العربي، وأصبح المركز العربي من أهم مراكز الإنتاج على مستوى العالم العربي لولا أن تم إجهاضه. الفنان المصري محمد صبحي. محمد صبحي قدم أعمال مسرحية بمستوى عالي مضمونا وفنان، والمعادلة الجميلة الرائعة اللي هي الإمتاع والإقناع والمستوى الراقي، لكن أيضا ما بعرف شو السبب أنه توقف. يعني فنان كبير. يعني أمل دباس. أمل صاحبة موهبة كوميدية فريدة على مستوى العالم العربي إذا, إذا, إذا تم الاهتمام فيها ورعايتها. طب لماذا تم تغييب أمل دباس أكثر من 20 سنة عن الدراما الأردنية؟ أعتقد كانت هي بجوز أخطأت هي وزملائنا هشام يانس الله يشافيه والأستاذ نبيل صوالحة الله يطول بعمره، أعتقد كان خطأ زيارتهم وزيارة قبر رابين، أعتقد أنه هم خدعوا بهذا الشيء. نتيجة هذا الشيء تم يعني أعتقد أنه تم إقصائها يعني في فترة من الفترات، وتم إيقاع عقوبات بحيث أنه حرمت من النقابة والأبصر إيش، أعتقد كذا السبب. طيب نأخذ من هاي الأسئلة لو تكرمت. تفضل سيدي اختار. أعطيني نشوف شو خيارك. خلاف دائم بينك وبين منتج أردني بدون ذكر أسماء لأنك تقول أن نوعية ما يقدمه لا يمكن أن تتقاطع مع فكر زهير النوباني. السؤال مش من هو الشخص، ما بهمناش الشخص، بهمنا لماذا لا يدعم شخص كبير مثلك أي تجربة إنتاجية في الأردن؟ ما الذي يحدث؟ يعني الخلاف وين؟ على الأجر؟ يعني كاتبيني بالإعداد لأن زهير النوباني الأعلى أجرا في الأردن، هل أنت الأعلى أجر في الأردن؟ ما بعرف، بس أنا بأخذ ما يريحني. بس بالإعداد بكتب أنه حضرتك الأعلى أجر، أعتقد أنها مقولة صحيحة. بعرف. هل مشكلتك مع هذا المنتج في الفلوس؟ ما في، أنا ما في ما عندي خلاف مع أي منتج، بالعكس أنا داعم لأي منتج بشرط واحد، بدعم أي منتج بشرط واحد، يكون في عندي ورق محترم وتنفيذ عمل بصورة فنية محترمة وتكون ظروف الإنتاج محترمة وأخذ حقي. بس هون السؤال، تأخذ حقك، هل ممكن أن يتوقف الأستاذ؟ بدنا نفترض فرضية، إجاك ورق ممتاز، مخرج تحبه كثيرا، لوكيشن رائع، كل ما تريده، لكن لما إجوا على موضوع الأجر قالوا لك ما معناش أجر زهير النوباني، ماذا تفعل في هذه اللحظة؟ إذا الورق عجبني وحسيت أنه له قيمة عالية بقول له أنا بقدم لك إياه هدية، بس تبيع وتربح نتفاهم. يعني حل. ما عادش نحكي. نكتب ورق أنه أنا مقدم لك إياه هدية لحين بيعه، لكن في حال إذا أنت بعت وربحت أنا بهمني هذا العمل يطلع، بيكون في 1 2 3. كويس. مين من مخرجينا الشباب عاجبينك حاس أنه شوف مخرجين، شوف الأردن فيها أهم مخرجين في العالم العربي حقيقة؟ شو بديهي محمد عزيزية. أنت لما تيجي تحكي محمد عزيزية
محمد عزي اللي أخرج كبار يعني أهم الأعمال، لما تقول صلاح أبو هنود، لما تقول عباس أرناؤوط، لما تقول أحمد عيبس، عزمي مصطفى، لما تقول عزمي مصطفى، موفق الصلاح، موفق الصلاح، عندنا كبار المخرجين. يا سلام. شاب من يعني أحد تلاميذي بسام المصري اللي فاز، حصل 10 جوائز، 8 جوائز بأهم المهرجان. عندنا عندك محمد لطفي طالع جديد، شباب ممتازين عندنا، بس أعطيهم مجال يعمل، مش بقول لك دعه يعمل ويبدع القاعدة الاقتصادية، افتح لي مجال. ما عندك مشكلة تشتغل مع شاب يعني جديد؟ أبدا، أنا بالعكس داعم لكل الشباب. محمد لطفي صديقنا وأخونا وحبيبنا، بدعم أي موهبة بتطلع إذا كانت كويسة بالعكس. بس في مخرجين بتهيبوا، بقول لك كيف بدنا نشتغل مع زهير النباني، كيف بدنا نعطيه أوردر، كيف بدنا نحركه قدام الكاميرا يعني. أنا في الكاميرا تلميذ للآن، لغاية الآن أنا ما بتعامل يعني، بجوز يكون عمره 25 جديدة، أنا في اللوكيشن بقول له أستاذي وأستاذ. أنا بتعامل يعني في الشغل، الشغل مقدس، وبنفس الوقت أنت تحترم مش فقط المخرج يعني، هذا قاعدة، تحترم أصغر واحد في أقل دور بدك تحترم الجميع. وبعدين أنت يعني، وإذا أردت من كرامة من مهنة فتقن بالضبط، فإن أتقنتها فتتسودي يعني. من الذي جرح زهير النباني؟ ما حد بجرحني أنا. أنت من جرحت؟ أنا ما بجرح هذا، بجوز وأنا مش عارف، أنا حتى إذا أخطأت بحق إنسان بعتذر. ما هي المعركة؟ يخاطبني السفيه بكل قبح فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ما هي المعركة التي ترفعت عنها وأنت عليها قادر؟ كثير معارك بترفع عنها، كثير معارك، مش أدخل أنا بسفاسف الأمور. ما هو العنوان الذي لا يمكن أن تنطلي عليك قصته؟ هناك عناوين كثيرة في هذه الأيام ضيعت رجال يا أستاذ زهير، عنوان مثل الشهرة، مثل الشعبوية، مثل الوطنية الفارغة، مثل المدعيين. كيف يعرف زهير النباني أن هذا العنوان ليس مكانه؟ شو البوصلة اللي بتحركك؟ أنا عندي بوصلة واحدة، الوطن قبل كل شيء، هذا الوطن خط أحمر. اثنين، احترامي لذاتي خط أحمر، واحترامي للآخرين خط أحمر. أنا لا أقبل أني ما أحترم إنسان، وما بقبل أي إنسان ما يحترم. من الذي كان فقدانه بالنسبة لك ألم كبير، يعني نسميه الفقد العظيم في حياة زهير النباني؟ أكثر من شخص يعني، لو رتبنا اثنين على الأقل ثلاثة. والدي ووالدي من الدرجة الأولى أثروا فيك كثيرا فقدانهم. نعم. شو كنت بأي مرحلة من مراحل عمرك؟ كنت نجم، النجم زهير النباني المعروف؟ وهو أنا صحيح، أنا انشهرت مبكرا صحيح، وعمري 26 سنة على المستوى التلفزيوني العام يعني، وفي المسرح أيضا مبكرا يعني. نعم. كنت معلوم رحمة الله عليه. عيش. طب يعني خارج إطار العائلة، بدي صديق، بدي حدا لما فقدته قلت انكشف ظهرك يا زهير؟ ما انكشف ظهري، ما في حد بيشوف ظهرك، ظهرك أنت، ما في، أنت فرد يعني. ما في شيء بالنسبة لي يعني، أنا قوتي في ذاتي، قوتي في ذاتي وسعادتي في ذاتي يعني. أنا بأمن في مقولة يعني، سعادتك فيك، الله، لا تبحث عنها بعيدا عن ذاتك. في مثلا انا تألمت كثير بفقدان الدكتور عبد اللطيف عقل. عبد اللطيف عقل خصوصا في الموضوع الفلسطيني تحديدا، اعتقد انه كان من اهم الكتاب على مستوى المسرح، وكنت سعيد جدا انه الدكتور عبد اللطيف عقل لما تعرفت عليه عرفني عليه شخص برضو الله يرحمه أيضا صديق، تأثرت كثير بغيابه وذهابه، كما تأثرت في عدنان عوامني يعني، قدم كثير للحركة الفنية أيضا تأثرت، لأنه كان رجل نبيل. هذا الشخص اللي عرفني على الدكتور عبد اللطيف عقل، كنت أنا أفكر في مسرحية البلاد طلبتها هنا، كانت فكرة في الرأس،
وحاولت أتعاون مع أكثر من كاتب، لكن للأسف لم أتمكن. من ضمنهم الله يرحمه مونس الرزاز، كان رجلا نبيلا جلست وياه، هو بيوجهني قال لي زهير موضوعك بحاجة لكاتب من بيئة فلسطين عايش هناك. وعرفني علي سليمان الله يذكره بالخير، صديق المشترك بيني عبد اللطيف عقيل، كان جاي من بعثة دراسية مدرس في إحدى الجامعات الأمريكية وراجع على جامعة النجاح، وكان مهديني مسرحيتين له قرأتهم، قلت له هذول مسرحيات ذهنيات لا يعني لا يصلح لعمل إنه يكون عمل مسرحي جماهيري. وتعرفت أنا وياه وتحدثت أنا وياه وكتب أول مشهد، قلت له قال لي بدي أنزل ببعث لك النصوص النظيفة، قلت له لا خليك، وخليت إقامته عندي سنة كاملة هون، وكتب البلاد طلبته هنا. وأسعدني لما نزلت على رام الله بال95 أنه بعد تجربتي أنا وياه تعلق في المسرح وأخذ قاعة مسرح وعمل مسرح يومي، وكنت أنا سعيد في هذه القاعة، كانت قاعة سينما مهجورة وزبطة مسرح بس ما في ما كانش عنده إمكانيات، وعرضت مسرحية اسمها ديمقراطي بالعافية من تأليف الأستاذ الله يذكره بالخير محمود شقير، وعرضتها يعني تبنيت المسرحية وعرضتها 25 عرض في قاعة سينما الجميل اللي هو مسرح السراج اللي كان مؤسسه عبد اللطيف عقيل. تأثرت أنا كثير في ذهاب عبد اللطيف رحمة الله عليهم جميعا، أسماء كبيرة. ماذا تقول للمطحونين في الأردن؟ ماذا تقول للشعب اللي بوصف نفسه أنه يعاني كل يوم وتزداد معاناته كفنان وأنت ملتصق بالمجتمع الأردني؟ شو وصفتك للخلاص؟ وصفة شخصية يعني ممكن ما تكون حقيقية كثير، لكن أنت تعتقد أنها واحدة من الحلول. مثلا شعبنا تعبان هاي الأيام أستاذ زهير، شو ممكن تحكي؟ حسن إدارة الدولة فقط، هاي مسؤولية الأغنياء مسؤولية الدولة، الفقراء مسؤولية الأغنياء. أنا كثير بتألم لما أعرف أنه مثلا في عندنا في البنوك ما يعادل أكثر من 35 مليار وفي 60 أو 40 مليار وفي 60 مليار برا الأردنيين، وفي ناس بتجوع. كثير مخجل أنه تكون غني وتعرف في ناس مش عارف تعيش. كثير مخجل تكون مسؤول في الدولة وتعرف انه في ناس مش لاقي تأكل. يعني احترم هذه هذا الصدق. بعد هيك ما أعتقد أنه عندي رغبة أدخل أي ملف آخر، لكن إحنا في عنا عرف في هذا البرنامج في آخر سؤالين أو آخر ورقتين إحنا بنقولهم الجوكر أستاذ زهير، وبدنا نطلع فاصل اضطراري ونرجع بعدين ناخد جوكر. هاند طاولة الكبار مع سامر خضر.